سالينو، أنا عادة بمشي على الجسر، هلا عم بتمشى أنا وياك، بس إذا قطعت شي مرة بالليل معقول حدا يتعدى علي؟ كيف هيك؟ مظبوط هيك. شو لازم أعمل؟ لاطيني لخبرك. يلا هيك إذا أول شغلة بتبرمي بتعلي إيدك، تبرمي لبرات ومش من جواته، فصرت برا عندي بوش، حتى ايدك على راسه من ورا. اوكي عندي بوش صوب ميلة يا الحديد يا الحيط اللي موجود. تفضل ما انت عارفة. تفضل ما بدك تضربني؟ ما عم بالك تضربني؟ ما عم بالي. تفضل. يا يعني منيح اللي عندي ايدين. من هون شو لازم اعمل؟ من هون عندك ماني اوبشنز، اللي عنده شعر براسه بتستعملي شعره لتضربي له راسه على الحديد او الحيط اللي قدامك، اللي ما عنده شعر بتستعملي راسه لتضربي كمان بالحديده، او اذا في بتستعملي العيون صبيعك بعيونه، بتستعملي ايد الثانيه عم نخير على التم او على الزعيم او على الصدر. ومن هون بتخديله بايدك لتحت بتنزليه على الارض، اذا ما نزل بسهوله بتستعملي اجريك عريكته من ورا لينزل بسهوله. اوكي ريدي؟ يلا لكن انت من هون انا مسكتك من هون بغير ايدي. ما في شعر انت بهالحاله؟ ما في شعر؟ في شعر. في شعر؟ لا في ما في. ضربتك اوكي، او بدي طلع من عيونك هون بضربك على منخارك على الصدر وكفي تنزل. اوكي بيرفكت. بنعيدها كلها سوا من الاول. Very easy، بس بدك تعرفي بس باك وات شو بدك تعمل، ما بدك تفكري فيهم، بدي يكون ريفلكس. ريفلكس قوي. 1-2 خلصت، صارت هون. عنده شعر دغري بتستعمليه او بتضربي له راسه من هون من عيونه، 1-2 اوف نزلتي. ما عندك بدك تفكري فيهم، اورايت؟ يلا ريدي يلا.